السلام عليكم ورحمة الله، معكم الشيف سارة وسكان متخصصة في الطبخ التركي. اليوم جيتكم بوصفة تاع الكاتو ترك اسمه طرشين بيكميز كورابية، يعني سيتون غربية اباز دو قرفة اي معجون تاع الدقلة. البيكميز مش متواجد لهنايا عندنا في الجزائر، الوغ لهنايا رحت رومبلاسيتو بمعجون الدقلة كما راهو متواجد لهنايا في الأسواق الجزائرية. تلقاوه عند الخضار صديق اللي يبيعوا الخضرة، تلقاوه أوسي في اللي يبيعوا الأعشاب، تلقاوه أوسي في لاليمونتاسيون جينيرال ترك ولا متواجد بارتو، تلقاوه حتى وين في لي كاميون هكذا يبيعوا الدقلة هادوك. دونك هذا متواجد في تركيا، يديروه بالبكماز اللي هي معجون تاع العنب، لكن يجي ليكيد كيما هذا. درك نشوفوا مع بعضنا. الوغ المقادير هي كالتالي، الوصفه فيها يعني نص كاس تاع ماء سكر غلاس. هاوليكم يعني في الوصفه هذه، انا في الوصفات ديالي ما نحبش نكثر بزاف السكر. فوالا، وعندنا لهنايا كاس تاع تاي تاع نشا، دونك حطينا لهنا كاس تاع نص كاس تاع سكر غلاس، في كاس تاع نشا، كاس تاع تاي، هاكم قاعدين نشوفو، إلي غازي، فوالا، وعندنا لهنايا القرفة، بون كيما شريتها كيما رايحة نستعملها معاكم، هايليكم، عندنا لهنايا الوصفة تقول يعني مغرف تاع قهوة. انا عيني ميزاني جو سي، نعرف المقدار. فوالا مغرف تاع قهوة تاع قرفة. ولهنا اوسي انا عيني ميزاني في لا كونفيتور تاع الدقلة، مفيدة للأطفال، مفيدة للحوامل، مفيدة للانيمي، للدم، يعني اللي عندهم الانيمي يعني ما تنجموش تتصوروا الفوائد نتاعو. كيما هذا البيكماز، حنا نقولوا يعني تاع الدقله، كيما البيكماز تاع التوت اللي متواجد في تركيا، والبيكماز تاع العنب، سيغتو البيكماز تاع العنب اللي راهم يشوفوا فيا اللي راهم ساكنين في فرنسا، و صديقو لي زوتر بيي، يعني بونوالن تشوك 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 فايده سيفار، يعني فيه فايده بزاف للجسم. فوالا، الوغ ما نطولش عليكم، انا نروح نصب ديريكت، لكن الوصفه تقول فيها 5 مغارف كبار تاع بيكماز، يعني دبس التمر. بسم الله بهذا القدر. فوالا، ونزيدو 180 غرام زبده، 180 غرام زبدة. أنا نخدم كيما قلت لكم بالزبدة، ودي فوا كيما ما تكونش متواجدة عندي الزبدة نستعمل فلوريان، هذاك النوفيل امبالاج تاعها هذاك اللي خرج. في الوصفة هذه حطينا نص كاس تاع سكر سكر غلاس، يعني كاس تاع الماء، في كاس تاع شاي حطينا لا مايزونا، وحطينا اوسي يعني كاس غازي تاع لا مايزونا، حطينا 5 غرام تاع حطينا 5 كويير تاع البيكماز او بيكماز دقلا، وتقدروا تقولوا بيكماز تاع التوت او بيكماز او البيكماز تاع العنب، يعني في تركيا يديروه بالبيكماز تاع العنب، ولا كانوا سي تحبوا تجربوه بالبيكماز اوسي تاع التوت، سا فا ايتر اونكور بلو بون. ده لا زيت له شنو فيرجاك يعني. الوغ لهنا رايحين ونزيدو قرصة ملح، فوالا هكذا كيما يقولوا بالتركية، بيرازجك توز إلا باتك يادا تشمدك توز، يعني قرصة ملح تشمدك. إيسايي دابخوندغ افيك موا لو ترك، فوالا، ونروحو نحركوه. بون انا نستعمل في الوصفات نتاعي لو بيترين، باسكو ما يحكمليش الوقت، يعني كيما نخلط بيدي جو تروف كو نحكم بزاف الوقت،
اللي عندها اللهم بارك تستعمله، اللي ما عندهاش تقدر وسي تستعمل بيديها، يعني هيك اشكال يوك، يعني ما كاش اشكال فركيت ماس. الو دركا رايحين نحركوا المقادير، كل المقادير مع بعضها، يعني بتون بيزي ممزرميز كارش ترجاس. Alors, j'aimerais bien tchoufou qui fait chouer dans le khalit. Tchoufou. Ou le riha ta'ou, je vous le dis. Hey, là. Alors, je suis maladroite, désolée. Alors, qui m'a chouf tout le khalit, le jens, kouch ma bada. Dorka, le hnaya, ana andi la farine tamisée. رحت غربلتها من قبل، يعني ضعها جدًا. هلا ندرز أنجدًا كما راكم قاعدين نشوفوا، جيتها ميزي غربلتها وندان صورة، يعني من بعد نحطها في الخليط. كما خلطنا كلش مع بعضها، وش نقول لكم؟ القرفة مع دبس التمر مدوا أنجو، لازم تجربوه. ألو عندي لهنا زوج كيسان ونص تاع فرينه، مي سا ديبون لا كاليتي تاع لا فارين اللي تخدموا بها نتوما. الوغ رايحه نصب شويه، انا لا كاليتي تاع لا فارين تاعي نخدم بها سيم، نلم بها الخليط نتاعي وانتم تشوفوا ايتا باريتا. الوغ بسم الله. هاك نخلطها كيما شفتوني، كيما نشوفها بدات تحكم روحها نحبس ونكمل نخلط بيدي، لخاطر ميم سا اريفا موا دي فوا جوغي اون بات سيك، ومن بعد نحصل كيفاش نحلها، كيما نحلها تولي تتشقق، ابخي سي ما نقدرش نستعملها. دونك في لاباط هادي ما حطيتش لا لوفور خميره الحلوه، وما حطيتش اوسي لافاني. الوغ بزمان ما انا نحرك je vais faire une petite pause, نلم لا بات ونعاود نرجع لكم. بون لهنايا انا جو برون با لو ريسك نزيد لا فارين وهي الدور. دونك رايحه نزيد لا فارين ونزيد نخلط بيدي باه نحس باللا تيكستور، باه نحس مليح باللا تيكستور تاع لا فات. دونك كيما قلت لكم نزيد لا فارين، نخاف لا بات نتاعي تولي لي شايحه، من بعد يروح لي لو كونترول تاع لو فاصوناج تاع لي بيتي بيسكوي تاعنا حنايا. هكذا راني نشوف لا بات مازالها دوموندي، صدقوني وانا قاعده ندير فيها واحد الريحه ما نقولكمش، لازم تجربوا لازم. بون انا هكذا جو كخوا راهي الي بخيت بوغ اتخ فاصوني وتروح للفور على 170 درجة، ومن بعد بوغ لا ديكو نديروها بالشوكولا غلاساج نورمال، شوكولا امباسادور ندوبها، ما نزيدش الزبدة، ما نزيدش الزيت، ما نزيدش الماء، ما نزيد والو، باه كيما تعاود تشيح، باه لو كلاصاج كيما يعاود يشيح لي يحكم روحو في لو بيسكوي. اي بيان سور اون فوا لو ديغوستي اون فامي اون ترامي لي ريسبسيون، بيان في لي ريسبسيون سا فا اتر ترو بون. فور لو كلاصاج هذاك نزيدو فوقو لي بيبيتو شوكولا او بيان الكريات هذوك تاع السمسم. فوالا كيما راكم قاعدين تشوفوا سي بون، راهي سي بون، هاي لكم.
Donc, نجيب un film alimentaire, نحطه sur un plan de travail, ونحل la pâte نتاعي في الفيلم alimentaire, je façonne quelques rondelles, mais هذا كاع نديرو قدامكم. Alors, كيما شفتوا, رانا قاعدين نحلو فيها. La pâte maintenant, elle est très fragile. نعاود نحلوها كاملة. رانا نديرو هذه لا ميثود parce que on évite la farine parce que chaque fois dit de la farine dit de la pâte tibes donc كي ما تحلو هكذا la pâte elle va être كيما راهي يعني تعاودوا تلموها وتعاودوا تحلوها voilà alors دركا كيما راكم قاعدين تشوفوا حليناهم Voilà, هكذا gâteau هذا économique فيه شوية خدمة مي وإنما بزاف بنين سمحوا لي ألوغ لهنايا ندير بير برداك شاي بأن فيغ تاع التاي كيما راكم قاعدين تشوفوا جو في فيغ لو فاصوناج أو بيان بهدومة تاع لي سابلي يعني الشكل يبقى ليكم بسم الله هكذا Ou bien hack. Ah mon cardiaque. Voilà. Hagda. Para. C'est bon. Alors, Durka, Tezu. Tezu Hagda. Satroni, Hada le gâteau et double fil fond. Hagda. Autre photo. يعني ما تزيدوا لا فارينه لا حتى شيء جو بريفير لا ميثود هذه خير الوغ هذه لا دوزيام وهذه لا بروميير اللي خدمناها هاي ليكم دونك نزيد نحط له حبيبات لهنا صدقوني يعني بالطريقه هذو كي تخدموا في الفيلم اليمونتير يعني رايحين تتحصلوا على لاباط كيما هي بعد هي يعني ما تزيدش فيها الفارينه كيما راكم قاعدين تشوفوا هاوليكم انا هنا نحط فيها دوزيام بلا لا فارين ما فيهاش لاباط هذه لو سابلي هذا ما فيهش لا لوفور شيميك دونك ما فيهش لا فاني بيسك عوضناه بالدبس التمر والقرفه ماشي القرنفل القرفه فوالا نحطوهم في الفور على 170 درجة يفو سورفيي لا كويسون تاعهم يعني شي ندير فرن داك درجاز يوز سكسان يدا ياك يو يوز يتمش يوز يتمش درجة كوندرلم اون دون سورا نخرجوهم يعني من بعد نخرجوهم من الفور نخليوهم يبردو ونرجع لكم لو فاصوناج باي باي Alors voilà, j'ai mis les gâteaux d'Yaouna, tabou à la 170 درجة. J'ai mis la cuisson de ça. J'ai mis il est très. Il est tout fait, il est très bon. Tout simplement. Sans doute peut-être. Chocolat, là. Gueule, check ça. Tu mets le goût de On est maravillé, boss. Alors. حبس نكمل القيمة هذه اللي في فمي بركا ونكملو الوغ درك هنا درنا لو كلاصاج تاع لو شوكولا دوبناه هاوليكم شوكولا فوندو دوبتو جوست دو بواط لهنايا باه تكفيني دو بواط دومباسادور وزدتلها 100 غرام تاع شوكو دادا Ou bien, je vais monter aux trois boîtes de chocolat, chocolat au lait. On aime chocolat au lait. Comme le gâteau, il est moins sucré. Il n'est pas sucré bzef. C'est un gâteau très bon. L'aisme si ouais. L'aisme de l'Aïd. Donc, elle dit le halwa de l'Aïd intérieur. Chaque 2-3 jours, je vous fais les vidéos. Je vous fais les recettes, les gâteaux de l'Aïd que vous m'avez demandé. C'est des recettes très économiques, très bonnes et surtout présentables. Alors,
alors لهنا واش راح نديرو شوفوا معايا بون هذا جو ندي باغاسي لهنا ونجيبو هذا لو بلاطو انا جبت لو بلاطو هذا ملف نخدم به البقلاوه درتو بان فيلم اليمونتير بون نهضر بشويه باسكو بناتي رقدي درت لو فيلم اليمونتير هذا ومام طون كيما نكمل شوكولاتي رايح يبس بعد كون جو في متباغاسي استادير كون جو في فير نيتواياج ندير هكذا برك ونمسح لو بلاطو تاعي دونك سي اون ميثود بور لي ديبيتونت اللي ما يحبوش الشغل بزاف الوغ بسم الله Là, on va faire comme ça. Bismillah. Qatrou hamlih. Ndirou hakda. Donc, on va obtenir ça. Bouche akilta. Bouche akilta. Voilà, Jacques. Donc, là, on a. Chauffe-eau. On a des pépites de chocolat. Awalan. Hakda. Hada chakra l'awal. Chakra tani. هذا مع حليب وقهوة واش نقول لكم با هذه غلفتها كاع الو رايح ندير لها لي غران دو سيزام غريي سي ا تومبي لو غو لي غران دو سيزام غريي هايل دونك سا فا دوني دو غو انكور بلوس الو لا ديكو التانية لا ديكو التالتة بسم الله يعني سي افو دو ديكوري لا ديكو التالتة هاي ليكم بلا نوات كوكو نجمو ديرو افيك ان كلاصاج مي جو بريفير با هادوك كلاصاج باسكو سون كولوري اون ميتر لو كولورياج هذاك اي جيم با فرانشمون Alors, ça, le troisième. Le quatrième. Bien, c'est à vous de décorer. Mais je me dis au chocolat, yani, il y a une canillette. Il y a une canillette. Dire le chocolat avec Milka. Alors, hadou ma les coraillettes. نديرهم هكا سي بو سي الحق نسبا شوفو فوالا هكذا نعاودو نفس الشيء هكذا هكذا Alors, regardez bien. On va faire de cette façon. On a décoré, on a bien décoré. Regardez, c'est encore beau. Tout est beau. Alors, et on va faire la dernière aussi. Parce que l'aïm t'occupe qu'il elle cache. Voilà. J'espère que vous avez aimé comme la vidéo a dit parce que j'ai essayé de vous expliquer tous les détails, toutes les étapes. Voilà. Tu as beaucoup de chocolat a dit. Tu as beaucoup de chocolat. Beaucoup de chocolat a dit. Tu as beaucoup de le glaçage avec les goûts tels qu'on a dit. Tu as tout avec mon zino. Voilà, chauffe-eau. Elle dit je vais faire un mélange. T'as les boules multicolores. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Bien, mais c'est beau à voir là. Même les enfants, ils vont adorer. Regardez, multicolore ça. Chauffe-eau. Regardez. Alors, donc, je vais vous laisser les faire et je vais vous revenir.
Et voilà les gâteaux turcs à base de qarfa et à base de pekmez, yani kima yqoulou l'atrak, ou bien bl'arbiya, li metwajed fi l'Jazair, yani je travaille kifash yqoulou, bl'maqadir li metwajeda fi l'aswaq l'jazairiya. Ana j'ai remplacé pekmez li houa dbs l'ainab او دبس التوت اللي يديروا بيه لو بيسكوي هذا. انا درته بدبس التمر. الوغ زينتو كيما راكم قاعدين تشوفوا بهذه الطريقه اللي فريمون تشهي وشهيتكم في الجنه. كيما تحبوا فو ديكوري فو ديكوري. انا جي ديكوري افيك لي بيبيت دو شوكولا بالجوز، جي ديكوري اوسي بالجلجلان المحمص، بالكريات الملونه، يعني لي بول ملتي كولور كيما راكم قاعدين تشوفوا، بلا نوات كوكو، يعني اون شوا تحبوا الكاوكاو، تحبوا البيستاش، يعني نتوما والاختيار تاعكم. انا زينته بالطريقه هذه ونهديه اللي يحبوني اللي فان تاعي. جيسبر كو الوصفه تاع اليوم نالت اعجاب الجميع، وكيما تصلح لكم الوصفه دعيوا لي بالخير. فريمون راني قاعده نعلم فيكم كل بورب، مشني بخله عليكم كيما راكم قاعدين تقولوا لي في الكومنتير. Voilà, n'oubliez pas de faire un petit j'aime et partager et abonnez-vous à ma chaîne. Turka nwedda'kom nqolkom ma nwedda'komch nqolkom fi halqa mqbila, yani nqolkom fi notre vidéo inchallah. Et désolé, désolé li rahi tqol li diri li les semites inchallah ndirhom lak pour bientôt, smhi li à le retard. Pour le moment, je suis en train de faire les recettes de l'Aïd, les gâteaux de l'Aïd, les deux demandes d'avoir les. En même temps, on a demain les commandes aussi de l'Aïd, donc me prêle chali comme dit elle comme le wasfa. On est ménage bête comme aussi. Alors, on dort comme Ali Arin, welcome. À bientôt pour une autre vidéo. Like and dort comme welcome. Laura Turquia. Salak le kalan, mutlo kalan, gizel lik le kalan, rocha kalan. Salam.